مناضل على ورق، غسان كنفاني، ترجمت أعماله إلى 17 لغة وانتشرت في 20 دولة. اغتيل على يد الموساد الإسرائيلي. أصدر 18 كتاباً وروايات ومئات المقالات، ونقلت أعماله إلى الشاشة الصغيرة. لك شيء في هذا العالم فقم. روائي وقاص فلسطيني، أحد أشهر الكتاب والصحفيين العرب في القرن العشرين. نالت أعماله ورواياته الأدبية مكانة خاصة في قلوب العرب. ولد كنفاني في عكا سنة الثورة الفلسطينية الكبرى 1936، وعاش بها حتى النكبة. بدت علامات الإبداع ظاهرة عليه منذ صغره، فكان إقباله على القراءة منقطع النظير. اضطر وعائلته اللجوء إلى لبنان ثم سوريا، وتنقل بين عواصم عدة منها دمشق والكويت وبيروت، فكان لذلك الأثر الأكبر في إلمامه بالثقافة. جوهر كتاباته عن قضيته الخالدة وكفاح الشعب الفلسطيني. عمل في مجلة الحرية اللبنانية مسؤولاً عن القسم الثقافي، ثم أسس مجلة أسماها الهدف. كان عضواً وناطقاً في المكتب السياسي لمنظمة التحرير. عاشق الأديبة السورية غادة السمان وكتب لها رسائل الحب. لم يجاهد ببندقيته، لكن كتابات كنفاني جعلته مطلوباً على قائمة الموساد الإسرائيلي. ففخخت سيارته ببيروت واستشهد في 8 تموز 1972 مع ابنة شقيقته لميس وهي بعمر 17 عاماً. أوفت غادة لغسان ونشرت رسائله بعد استشهاده في كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان. كان استشهاد كنفاني دليلاً على قوة دوي الكلمة وغطرسة احتلال يخشى الحقيقة.